لو حابب تتفرج على ملخص أول 9 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بتبدأ الحلقة 10 والأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل التاج اللي بيحكي قصة حياة العيلة الملكة البريطانية. بتبدأ الحلقة ودكتور الملكة إليزابيث بيبشرها إنها حامل، بس المرة دي مش زي أي مرة، ولازم تبعد عن كل الهموم وما تعرضش نفسها لأي صدمات عشان سنها كبر وما بقتش مستحملة وجع الحمل والإجهاد. فإليزابيث قررت إنها تعمل بنصيحة الدكتور بتاعها، بس للأسف حملها جه في وقت فضيحة كبيرة جدا هزت إنجلترا كلها. والفضيحة دي عبارة عن دكتور عظام اسمه ستيف، على علاقة كبيرة جدا بمسؤولين كبار في الدولة، بينظم كل أسبوع حفلات في بيته، بس الحفلات دي بتبقى مليانة كل حاجة وحشة ممكن تتخيلها، بس الحاجات الوحشة ممكن تعدي، إنما اللي ما يعديش إن يوصل للصحافة إن الدكتور ده بينظم الحفلات دي علشان يساعد روسيا في التجسس على بريطانيا. والمصيبة الأكبر بقى إن كان وزير الحربية بتاعت بريطانيا موجود في واحدة من الحفلات دي، ومش بس كده، دي الصحافة خدت له صورة، وطلع رئيس الوزراء كدب الصور وقعد يهلل ومش عارف يعمل إيه، بس اتضح في الآخر إن الصورة دي حقيقية لوزير الحربية. فقام رئيس الوزراء قرر إنه هيقدم استقالته وراح طلب كده من الملكة فعلا، بس إليزابيث قالت له لا طبعا ما ينفعش، أنت جاي تسيبني وأنا على وش ولادة، وكمان الدكتور عايز ناخد أجازة، مفيش منه الكلام ده، أنت هتكمل في الحكومة بتاعتك وأنا هسافر اسكتلندا كده لحد مولد. وإليزابيث كانت متخيلة أن حياتها هتبقى أفضل في اسكتلندا، بس لم تكن تعلم أن فرحتها لن تكتمل، لأن أختها مارجريت قالت لها ما تبصي كده يا إليزابيث على الصورة دي اللي كانت متصورة في الحفلة، في واحد واقف بظهره، الراجل ده ممكن يكون جوزك فيليب. إليزابيث ما بقتش عارفة تلاقيها منين ولا منين، من الحكومة بتاعتها ولا من جوزها. مش بس كده، ده الراجل اللي اسمه ستيف ده انتحر لما توجه له تهم بالخيانة والبلاوي اللي هتوديه في 60 داهية. ولما فتشوا بيته بعد وفاته لقوا رسومات كتير لفيليب جوز إليزابيث، يعني ده معناه ان فيليب كان صديق لستيف ده، ومعناه انه بيخون إليزابيث. ومش بس كده، لو الصحافة عرفت انه كان على علاقة بستيف البلد هتخرب. انت عارف يعني ايه جوز الملكة بيحضر حفلات بيتم فيها التجسس على مصلحة الدولة؟ ده البلد تقع فيها. ويعيني ده كله وإليزابيث مستحملة. واللي زاد الطين بلة، مرات ماكملين رئيس الوزراء راحت مسرحية لمجموعة من الشباب مع عشيقها، وكانت فطسانة على نفسها من كتر الضحك، وبدل ما تستر نفسها راحت قالت لجوزها ان في شوية شباب هايلين عاملين مسرحية بيتريقوا فيها على احوال البلد وفساد الحكومة، وكمان بيتريقوا على الملكة، انت لازم تروح تشوفها. فماكملين سمع كلامها وراح شاف المسرحية ولقى العيال نازلة تريقة عليه، ما استحملش جات له جلطة رقدته على السرير، وبالرغم من انه قام منها زي البوم بعت للملكة وقال لها انا بستقيل شوفي لك حد غيري. وبرغم ان الملكة راحت له بذات نفسها عشان يرجع عن رأيه ده، الا انه اصر على الاستقالة، فقالت له انا بقالي 10 سنين ملكة، عاصرت 3 رؤساء وزراء بس كلهم ما كملوش مدتهم، عارف ليه؟ عشان كلكم جبناء، وسابته ومشيت. واحدة تانية كانت وقعت من طولها وسقطت على طول، بس هي سابت البلد باللي فيها ورجعت على اسكتلندا تاني تبكي لوحدها، بس فيليب راح لها وتمت المواجهة بينهم، وهي قالت له انا عارفة من زمان انك بتخني، بس كفاية بقى يا اخي لحد كده، لما بقى محتاجاك جنبي خليك جنبي، هتحس بيا امتى؟ بس فيليب قدر يضحك عليها بكلمتين ويقول لها انا بحبك وابوكي موصيني عليكي وهكمل حياتي معاكي وهبقى على طول في ظهرك، وهي ما كانتش قدامها حل تاني غير ان هي تصدقه، وبتخلف وبتقوم بالسلامة كمان. وبيخلص الموسم التاني على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني بكومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضو، بس تحبطني بكومنت عشان ابطل.